اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. النهارده يا جماعه انا عايز اكلمكم في موضوع مهم جدا. طبعا يا جماعه انتوا عارفين في ناس كتير بتقول احنا بنحب فيديوهات الكلام بتاعتك، بس نفسهم ان هم يشوفوا الفيديوهات دي في صوره حاجه مفيده، يعني مش مجرد ان انا بطلع اتكلم عن اي حاجه، مش مجرد ان انا بطلع اقول انا جاي من الشغل، انا مش عارف حلقت واستحميت، انا مش عارف ايه، لا عايزين حاجه يعني محتوى، عايزين اضافه للفيديوهات دي. فانا فكرت في فكره ان ممكن ابقى اتناقش معاكم في مواضيع، يعني مثلا ايه مواضيع مهمة، مثلا يعني النهاردة مثلا هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو ايه هي صفات الشخص الغبي. طبعا يا جماعة انا مش هتكلم عن كل صفات الشخص الغبي، انا هتكلم بس عن نقط معينة تهمني. طبعا دي حاجة معروفة ان الشخص الغبي هو اللي يغلط غلطة ويكررها تاني وتالت ورابع، يقعد كل مرة يكرر نفس الغلطة، ده بيبقى غباء. طبعا دي حاجة معروفة، انت خلاص المفروض غلطت غلطة، خلاص عرفت بعد كده ما تكررهاش، يبقى انت ايه بتحسن من نفسك وبتطور من نفسك. غلطت نفس الغلطة كل مرة يبقى انت كده شخص غبي. الغبي برضو هو اللي يشوف واحد غيره غلط غلطة معينة ونتائجها كانت وحشة ويقوم يغلط نفس الغلطة. يعني واحد مثلا يشوف ان في قناة يوتيوب اتبع سياسة معينة وخلت قناته مثلا تقع او قناته ما نجحتش، يقوم هو يتبع نفس الاسلوب اللي شخص تاني اتبعه وفشل بيه، فطبعا ده برضو يعتبر غباء. تمام، اهم حاجة عندي بقى في صفة الغباء، اهم حاجة عندي في صفة الغباء عايز اقولها النهاردة، هي ان الشخص الغبي هو اللي يديك نصيحة وانت تعملها وتنجح بيها في اي حاجة. يعني مش بنتكلم في اليوتيوب عامة، انا بتكلم في حياتك عامة. يعني مثلا شخص ادالك نصيحة وانت اقتنعت بيها وعملت بيها ونجحت وهو ما نفذهاش، ده بيبقى ساعتها شخص غبي. فاهمني في النقطة ديت؟ ليه؟ هو ادالك انت النصيحة وانت عشان انت يعني عشان انت متصيد الفرص، انت عندك استعداد للنجاح فانت بتتصيد الفرص، فخدت منه النصيحة نفذتها انت وهو غبي ما نفذهاش، ده بيبقى شخص غبي. في ناس هتستغرب قوي من الموضوع ده، يعني هيقولي هو ممكن اصلا ان واحد ياخد نصيحة من واحد وينفذها وهو شايف ان هم بينفذهاش؟ يعني مثلا ينفع ان واحد يشوف واحد نصحه بحاجة وهو مش بينفذها يقوم التاني يقتنع بيها وينفذها؟ ممكن، بس دي بتبقى حسب استعداد الشخص. بمعنى في شخص يعني يسمع الكلام ويدرسه كده ويقتنع بيه، يلاقي الكلام مقنع جدا حتى لو لقى الشخص اللي قدامه مش بينفذه، هي بتبقى حسب، بيبقى ده شخص ذكي والتاني غبي. انتوا فاهمين قصدي؟ طالما التاني ما نفذوش، يعني مش عارف اوصف الشخص اللي بيعمل كده، بيبقى شخص يعني ما عنديش وصف مناسب للي بيعمل كده. بس كده يا جماعه انا اتمنى اكون فدتكم، قولوا رايكم برده في الكومنتات في الكلام اللي انا بقوله دوت. طبعا صفات الشخص الغبي صفات كتير، حتى خشوا على النت هتلاقوا في صفات كتير جدا للشخص الغبي، لكن انا حبيت اتكلم في النقطه دي تحديدا تحديدا لان النقطه دي اهم نقطه عندي. ركزوا في اللي انا بقوله دوت هتفهموا انا قصدي ايه، لان فعلا. بس كده يا جماعه، وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.